أهابت سفارة الكويت لدى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بالمواطنين الكرام الراغبين بالسفر إلى هناك تأجيل سفرهم نظرا لإعلان الحكومة السريلانكية حالة الطوارئ وحظر التجول في أنحاء البلاد بسبب الاحتجاجات وعدم استقرار الوضع الأمني كما دعت السفارة المواطنين المتواجدين في الجمهورية إلى الحذر والابتعاد عن مناطق وأماكن الاحتجاجات وضرورة التواصل مع هاتف البعث المخصص لحالات الطوارئ